بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كيف أحفظ القرآن الكريم خلال أيام؟ إن حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه هو أمر مطلوب شرعا، فقد أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن لكي يتلى ويتم تدبره وتدبر معانيه، وأن يعمل به ويحكم به بين الناس، وكي يدعو به الخلق ويبشروا به أو ينذروا، وهذا لا يتم إلا من خلال فهم معاني القرآن الكريم. وأول مراتب ودرجات طلب العلم حفظ القرآن، ومن الأمور الواجب مراعاتها من أجل حفظ القرآن الكريم، ومنها وجود النية الصادقة من أجل حفظ القرآن الكريم، وأن تكون الغاية من حفظ القرآن الكريم هي نيل رضا الله عز وجل، كما أن يتم تسخير العقل والروح من أجل حفظ القرآن، ومحاولة الابتعاد عن الأمور التي تشغل الإنسان عن حفظ القرآن الكريم والتي تسبب مضيعة الوقت. 2- طلب العون من الله عز وجل، وذلك أثناء الصلاة وأنت بين يدي الله، أن تسأله يد العون في مساعدتك على حفظ القرآن الكريم، وذلك من أجل الفوز بجناته ونيل رضاه، كما يتوجب الإلحاح على الله في هذا الأمر من أجل أن يساعدك على ذلك. بالنسبة لفضل حفظ القرآن الكريم، حافظ القرآن من أهل الله وخاصتي، حيث أن أهم وأبرز فضائل حفظ القرآن الكريم والتي ينفرد بها من يحفظ كتاب الله أو يقرأه أن يصبح من أهل الله، من أهل الله في الدنيا والآخرة، ويشير إلى ذلك ما رواه منذر في الترغيب والترهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. القرآن يرفع حافظه. من أهم فضائل حفظ القرآن أنه يرفع من يحفظه حتى يبلغ منزلة الملائكة الكرام، حيث صح عن حديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع الصفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران. رفعة القدر في الدنيا، فمن فضائل حفظ القرآن الكريم في الدنيا أن يصبح صاحبه رفيع القدر، كما أنه يكون من أهل الإجلال والتقدير عند الناس، ويفرض احترامه على الناس لما يحمل في قلبه من القرآن. فقد روي عن عمر رضي الله عنه قال له: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين، كما جاء في سنن أبي داود من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذا السلطان المقسط. حافظ القرآن مغبوط في الدنيا والآخرة، فإن أهل الدنيا يغبطون حافظ القرآن على المكان التي وصل إليها بحفظه الكتاب الله، وفي ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. حافظ القرآن له الأولوية في إمامة الناس في الصلاة، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى تقديم أكثرهم حفظا لكتاب الله وأقرأهم له، مما يشير إلى أولوية حافظ القرآن وأحقيته بإمامة الناس وأنه الأقدر بها. قال صلى الله عليه وسلم: يوم القوم أقروه لكتاب الله. يشفع القرآن لحافظه يوم القيامة، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة حتى يخرجوا به من النار، حيث يروى أبي أمامة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.